ناحيه ميدان المرموم، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناه دبي ريسنج ضمن فعالياته وسباقي هذا المساء المخصص للحولي والزمول لاصحاب السمو والشيوخ. مباشره نسير بكم مع مقدمه هذا الشوط، وهذا الشوط العاشر. الشوط العاشر للحول المهجنات الاصايل لاصحاب السمو والشيوخ، انطلاقا موفقا، انطلاقا سليما. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الاشواط القادمه. مباشره نسير بكم مع مقدمه هذا الشوط، ارى العنود على مقدمه هذا الشوط لهجن العاصفه بقياده المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل الى المركز الثاني في هذه اللحظات، وفي المركز الثاني ارى اللي في المركز الثاني نجده في المركز الثاني لهجن العاصفه بقياده المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. قمريه في المركز الثالث في هذه اللحظات لهجن العاصفه بقياده المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الظبي وصلت وانتقلت الى المركز الرابع لسمو الشيخ محمد بالمر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس الشكلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز السادس، المركز السادس في هذه اللحظات دبي وصلت وانتقلت الى المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع، براقة وصلت الى المركز السابع في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع، وبرا وصلت في المركز التاسع في هذه اللحظات لهجن العاصفه بقياده المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر، مزايا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقياده المضمر عتيج بن سالم بالعرط الحميري. هذه النتيجه، هذا اول نداء للمراكز العشر الاوائل. ونرجع واياكم ايها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام الى مقدمة هذا الشوط والى قمرية. قمرية صاحبة الانجازات العديدة على ارضية الدولة وخارج ارضية الدولة، صاحبة الذهب، صاحبة الشلفة، صاحبة الكاس، موجودة مع سن الكبار في هذا المساء لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل الى المركز الثاني، ونجدة موجودة هنا على ارضية هذا الميدان، واللي بنجدة من هجن العاصفة ما عليه الا يتصل على 999. نجدة موجودة على ارضية الميدان لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. عنود الصيد هنا في المركز الثالث ايضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ننتقل الى دبي. دبي دانت الدنيا على ارضية ميدان المرموم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مزايا وصلت، مزاياها حميدة، مزاياها تنافس على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. براقة في المركز السادس في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وبرا في المركز السابع لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن، مصيحة لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز التاسع، المركز التاسع الشايبة
الدجورة في المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وفي المركز العاشر نشوة بننتشي مع نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري. هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى قمرية، انتصفنا نصف المسافة، باقي 4 كيلو عن خط النهاية بقيادة قمرية. يا سلام والليلة قماري عبده بنصري مع الساري مع قمرية في هذا المساء الحلو الجميل. ها هي قمرية من امبراطورية تجن العاصفة على مقدمتي هذا الشوط بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ومثل ما يقول الشاعر نعم بالواثق وتضميره يوفن السبق ولا يخلفن. نجد في المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. دبي وصلت دانة الدنيا بكبرها هني على أرضية ميدان المرموم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية المتواجدة في منطقة مرغم علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مزايا في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الخامس العنود في المركز الخامس تتسلل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس براقة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السابع نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحج الهاجري. وفي المركز السابع مصيحة لسمو الشيخ زايد بالمر بن مجتوم المجتوم مضمر النجوم الخمس حمد بن علي العويسي متواجد مع مصيحة. في المركز السابع في المركز الثامن وبرة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز التاسع غزلان تتقزل مع المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط وراء دبي ناوية هنية ناوية هنية على مقدمة هذا الشوط. ها هي دبي على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني نجدة في المركز الثاني لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. قمرية في المركز الثالث. ها هي قمرية معشوقة الجميع تتسلل إلى المركز الثاني، تبى مركزها المركز الأول، ما يحلالها إلا المركز الأول. ها هي الجميلة، ها هي حلوة، ها هي الذي دائما تميزنا بالعروض الجميلة في الدولة وخارج الدولة. قمرية من امبراطورية هجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هي الآن في المركز الثاني تترقب بس يكلمونها يقولون لا شح حي حي بتنطلق. أبشركم أنكم بتشاهدون عرض مميز من قمرية خاصة في الأمتار الأخيرة. وبنشوف الآن نجد ولا العنود. نجدة في المركز الثالث لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مزايا في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحمير المتمرس في التضمير متواجد مع مزايا على المركز الرابع. المركز الخامس نشوة بدأت تنتشي نشوة وتنتقل
الى المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيف باللاحج الهاجري. هذه النتيجة. ونرجع الى المقدمة، نرجع الى قمرية، ها هي قمرية، ها هي قمرية والليلة قماري لا تسري يساري. 1200 غادرت من وصلت اللوحة بدأت تزيد من سرعتها، قولوا 1000 ما شاء الله على هذا الأداء المتميز. القمرية يا سلام يا زين اللي حضرت، غطت على كل الحضور، احترنا معاك يا ابو راشد، شو نسميها بدر البدور. ها هي قمرية على مقدمة هذا الشوط كعوايدها دائما، عودتنا عودت جماهيرها ومحبينها ما شاء الله تبارك الله، طير طاير على أرضية هذا الميدان. 1000 ما شاء الله. ذكر والله اللي يتابع عبر شاشة دبي ريسنج ولا يتابع من هنا من الميدان وبالعين المجردة، صلوا على النبي على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه قمرية. ها هي قمرية تشاهدون على شاشة التلفزيون تنطلق بدون أي أوامر، عندما لاحت في عيونها المنصة بدأت تطير، بدأت تحلق على أجواء ومدرج رقم 1 كما عودتنا، مع الكاسات مع الشلفة مع الذهب، ذهب في ذهب من امبراطورية هجن العاصفة. ها هي امبراطورية هجن العاصفة، ها هو الشعار الملكي على ظهر قمرية. نقدم التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز قمرية وعلى أداء المتميز لهجن العاصفة. ولا ننسى أيضا المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، مشكور يا الواثق على هذا التضمير على هذا الأداء الذي يقدم لنا هجن العاصفة في كل مكان وفي كل زمان وفي كل مناسبة. ها هي مزايا في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم. المركز الثالث نجدة لهجن العاصفة. المركز الرابع نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس دبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول قمرية مع هذا الشوط القمري قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره 12 دقيقة 46 ثانية، جزء 1 من الثانية. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز قمرية بالمركز الأول وبالتوقيت الزمني، وتهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. مزايا في المركز الثاني قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وقدره 12 دقيقة 52 ثانية، بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا للمضمر عتيج بن سالم بن حرطي الحميري نجدة في المركز الثالث لهجن العاصفة 12 دقيقة 53 ثانية، بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة. تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا مع حضراتكم هذه الانطلاقة وهذه التحديات في مساء هذا اليوم في انطلاقات هذه الفترة المسائية. على بركة الله حبلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط، وهو الشوط 11 الخاص بالزمول في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، من خلال التحدي ومن خلال المنافسة القوية العملاقة في مشاركة هذا المساء، في مساء المرموم الذي يحمل الكثير من التحديات والكثير من الأسماء في هذه الانطلاقة القوية. على بركة الله يسير حبلنا الكريم مشاهدينا.